السلام عليكم. في الفيديو ده انا هتكلم فيه عن معنى الفقر. ناس كتير عندها اعتقاد ان الفقر هو ان يبقى مش معاك فلوس، ولكن الفقر مش كده بس. الفقر هو الشعور بالاحتياج لاي شيء، حتى لو شخص معاه فلوس كتير بس هو حاسس بالوحدة فهو بيشعر بفقر. لو حاسس ان هو هيموت ويبقى عنده اولاد فيبقى حاسس بفقر، لو هيموت ويبقى عنده علاقة ناجحة وشخص يحبه ويهتم بيه فهو فقر. كل حاجة بتشعر ناحيتها باحتياج هي بتعيشك في فقر تام. ولازم نكون عارفين حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما الشيطان يعدكم الفقر، فالفقر هو وعد الشيطان. فلازم في فقر في جزء معين، لازم يبقى انت كده في خلل او في مشكلة او في حاجة جوايا غلط مش مظبوطة هي اللي موصلاني للإحساس ده ومخلياني اتألم واشعر بالاحتياج، سواء بقى ميل او اي حاجة. فلازم نكون فاهمين حاجة، ان احنا الحاجات اللي بتدخل على حياتنا او عشان نحصل على الاشياء لازم يكون عندنا احساس بالوفرة اتجاه الشيء ده. يعني عشان انت تخش في علاقة ناجحة لازم تكون انت بتحب نفسك وبتقدرها ومصدق ان انت شخص يتحب ومن حقه ان هو يكون عنده علاقة ناجحة وشخص يحبه ويهتم بيه. لازم انت من جواك تكون حاسس بوفرة. كذلك الفلوس، لازم نكون فاهمين ان الغنى بجد هو غنى في العقل قبل المادة. لازم نكون فاهمين ان مفيش انسان هيكون غني لما يكون داخليا هو من جوه نفسه غنية، عقله غني. لو كل الاشخاص الموجودين على الارض توزعت الفلوس عليهم بالتساوي وديتهم فرصة سنة، هتلاقي ان الغني بعد سنة الغني رجع غني والفقير رجع فقير، لان الموضوع في العقل. ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل لكم فيديو خاص بسيكولوجية الغنى والفقر، مخصوص بتكلم عن المادة وازاي ده بيفكر وازاي ده بيفكر. بس انا دلوقتي في الفيديو ده بتكلم عن الفقر بصفة عامة. لازم تكون واعي ان شعورك بالاحتياج اتجاه اي شيء هيخليه بيتبعد عنك تماما تماما ومش تحصل على الشيء ده. دي قوانين ربنا، لازم انت من الداخل تشعر بالوفرة الاول وبعد كده يبدأ الشيء ده يتجلى في العالم الخارجي. لازم انت من جواك تكون حاسس انك غني اتجاه الشيء اللي انت حاسس ناحيته باحتياج، وبعد كده هيتجلى في العالم الخارجي. لو انت مش جواك حاسس ان انت عبد لله الغني، استحالة هتحصل على اي شيء في الخارج. طول ما انت حاسس بالحرمان مش هتحصل على الشيء اللي انت بتحصل ناحيته بالحرمان. وياما ناس كتير بيبقى هيموت ويعمل الحاجة الفلانية واول ما يسيبها ويتركها تبدأ الحاجة دي هي اللي تدور عليه، لانه فك تعلقه، شال الشعور بالحرمان وبدأ ان هو يسلم للارادة الالهية، فيقوم الحاجة دي بدأت ان هي تتجلى في حياته. يا رب محتوى الفيديو يكون مفيد ليكم وعجبكم، ويكون معنى الفقر واضح هو الشعور بالاحتياج اتجاه اي شيء. ولازم نعرف ان حصيلة اي شيء احنا عايزينها هي مشاعر، فلازم نحقق المشاعر دي في الداخل. طب نحققها ازاي؟ من خلال اسماء الله الحسنى. شوف انت محتاج في ايه، محتاج بالود والاهتمام يبقى بسم الله الودود، محتاج ايه بالظبط، عايز تحس انك قوي وحاسس من جواك انك ضعيف يبقى بسم الله القوي. لازم الاول تشعر نفسك من جوه بهذا الشيء من خلال علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بعد كده تبدأ الاشياء دي تتجلى في العالم الخارجي بتاعك. يا رب محتوى الفيديو يكون مفيد ليكم وعجبكم. ولو عجبكم محتوى الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك وشكرا.